إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نشره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والدين والمسلمين من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمانة في الإسلام منظومة شاملة ومتكاملة ومظلة لا تستثني أحدا، وبدون الأمانة لا تستقيم الحياة ولا تستقر الأرض لأهلها، بل ستضطرب بمن على ظهرها، سيخاف كل أحد، ستضيع الحقوق، ستفسد الأخلاق، سيخاف الناس على أنفسهم وأموالهم. فالأمانة أمر عظيم، ولذلك لابد أن نعرفها. قال المنظور: الأمانة ضد الخيانة. وقال ابن تيمية في كتاب شرح رياض الصالحين: الأمانة هي يعني أقسام كثيرة، منها قسمان ذكرهما: قسم يتعلق بالأمانة بينك وبين الله ما ائتمنك الله عليه، وهي تتضمن حقوق الله التي هي عليك أولها توحيده وإقامة شرائعه في نفسك ثم حمل الناس على ذلك، وأمانتك التي تتعلق بالأفراد من حولك ما حملك الناس. أدي الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، فهذه الأمانة أمر عظيم، ولا بد أن نعلم ذلك، ونعلم أن الذي يضيع الأمانة لا حق له من الإيمان، بل إن بعض العلماء قال: الأمانة هي الإيمان. فمن تحقق بالأمانة وجد الإيمان مطبقا في حياته، فالمؤمن الحقيقي هو الذي تحقق بالأمانة وأداء الأمانة، ولذلك لا يضيع الأمانة مؤمن، لا يضيع الأمانة مؤمن، لأنها جاءت من الإيمان. فمن ائتمنه أحد على شيء وأدى أمانته دل ذلك على صدق إيمانه، والأمانة جاءت من الأمن. ولذلك الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. آمنوا، تحققوا في قلوبهم الإيمان بالله عز وجل، وأدوا الأمانة فلم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يظلموا أنفسهم بترك ما أوجب الله عليهم من توحيده. فالظلم يأتي بمعنى الشرك، كما قال تعالى: يا بني لا شرك بالله، كما قال تعالى على لسان الحكيم، قال:
لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم أيضا أن تظلم حق غيرك، تظلمه. والظلم جاء من انتقاص الأمر، ولذلك تقول الأعرابية: ورمت لكم سقائي، أي أخذت صببت لكم اللبن قبل أن يروب وقبل أن يطمئن وقبل أن يصل إلى الدرجة التي يكون فيها ناضجا. ظلمته، معناها هيئته قبل أن يحمل تهيئه. والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، يقول ابن القيم: لا تظنن أن الأمانة أن تتوضأ وتقوم بأركان الإسلام وتصلي في المحراب، إنما الأمانة تحمل هم هذا الدين، إنما الأمانة تحمل هم هذا الدين. فمن تحمل هم هذا الدين فقد أدى الأمانة، ومن لا يبالي بالدين فلا أمانة عنده ولا إيمان له. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال في التفسير: الأمانة والعهد يجمع كل ما يجمعان كل ما يحمل الإنسان على الأمر الدين والدنيا. الأمانة والعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، معناها لا بد أن نعلم أن أمري الدنيا والدين داخلان في الأمانة. والذين هم لأماناتهم، أنت حين تؤمن على وظيفة معينة، هذه الوظيفة إذا نقصت منها شيئا، إذا مثلا تأخرت في الوقت، اعلم أنك هنا لا بد أن تنقص راتبك ولا تأخذه كاملا، وإلا كنت من الذين يقول الله عز وجل فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الأصبهاني: إن الأمانة هي عين الإيمان، فإذا استمكنت الأمانة في قلب العبد قام حينئذ بأداء ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. الله أكبر، هذا كلام النفيس. الأمانة حين تستقر في قلب العبد قام بأداء ما أمر به وانتهى عما نهي عنه، وهذه هي الأمانة. فالأمانة جاءت من الإيمان، ومن استقرت الأمانة في قلبه سادت الفضيلة في حياته، وكان مذكورا في الدنيا مشكورا في الملأ الأعلى. نعم، وهذا هو معنى قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في صفة عباد الرحمن في صفة المؤمنين في سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلا يكفي أن تصلي وأن تصوم وتزعم أنك مؤمن بذلك، لا، بل إنك يوم القيامة تأتي إلى الله ومعك أمانتك، فإن كنت أديتها كما أمرك ربك جاءت تنافح عنك وتدافع عنك، وإلا سقطت بك في داخل بئر من النار، فتسقط وراءها تبحث عنها فتحملها من داخل البئر حتى توصلها إلى يعني ناحية مخرج البئر، فتسقط مرة أخرى فتسقط أنت وراءها في النار. ولذلك لكل غادر يوم القيامة لواء يحمل عند أسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. عبد الله، لا تنفضح يوم القيامة، كلنا يخاف من فضيحة الدنيا، لكن فضيحة يوم القيامة فضيحة يوم القيامة أعظم، لكن فضيحة يوم القيامة أعظم. يا عبد الله،
لا تفضح يوم القيامة تأتي وعلى رقبتك أمانة. صامت مال أخذته بدون حق لك فيه، يأتي هذا المال يوم القيامة فإذا بك تحمله. أخذت سيارة بدون حق فإذا بها تتحرك على ظهرك وأنت تحملها أمام الأمم كلها وأمام الرسل كلهم. عبد الله، الجوع يدفع برغيف يابسي، فعلى ما تطول حسرتي ووساوسي. الأمانة أمر عظيم، ولذلك خافت منها السماوات والأرض. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخواني، ونحن الآن إذا عين أحد من أبنائنا نأتي بالإبل ونأتي بكل ما يمكن أن نأتي به لنهنئه على هذا المنصب. وقد من يقول لنا إن كان فينا من يقول لنا إن كان فينا من يقول له: يا فلان اتق الله واعلم أنها أمانة وأنك ستقوم بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عنها. قل من يقول له ذلك، إن كان فينا من يقول له ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه الشرفاء. أما بعد، فقد وصف الله عز وجل أمين وحيه جبريل بقوله: إن وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فالأمانة هي كل شيء. ولذلك تعلمون جميعا وتعرفون حديث حذيفة بن اليمان الذي كان يقول فيه أنه كل الناس يقبل منه قوله، وكان لا يتهم أحدا، وكان يعني يعلم أن الكتابية ترده الجزية والمؤمنة يرده إيمانه، لكنه يقول في زمنه: واليوم لا تنم إلا فلانا وفلانا. ويقول: تعلمون أنه سيأتي زمان يقال إن في بني فلان رجل أمين. إخواني، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلمون جميعا أن رسولي هرقل لما جاءوا يبحثون عن عمر الخطاب وجدوه نائما خارج المدينة تحت شجرة، ماذا قال له؟ كلكم يعرف ذلك، وهذا أمر يدرس عندنا في المدارس الابتدائية. يقول: قال له كلمة باقية على وجه الأرض وعلى وجه التاريخ: عدلت فأمنت ذنبت. العدل هو الأمانة، الأمانة هي العدل. عبد الله، بدل من أن تقول: أيها الرئيس اعدل، أو أيها القاضي اعدل، أو أيها الحاكم وأيها الوالي اعدل، العدل يبدأ بي وبك. فلنتجه إلى أنفسنا أولا ونأمرها بأن تعدل. اعدل في نفسك. لو كنا مجتمعا عادلا أمينا يحب الأمن لكان حكامنا كذلك، وكما تكونون يولى عليكم. فلنستغفر الله جميعا، ولنعلم أننا أول من يخاطب يوم القيامة بهذه الأمانة. نزعم أن الأمانة تعني غيرنا، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتناصح ولنتب إلى الله، ولنعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سمي بالأمين، الأمين. نعم. وجبريل نزل به الروح، يقول عنه الله: نزل به الروح الأمين فهو الأمين. والأمانة جاءت من الأمن. والله لو كنت عادلا خائفا أيها الفرد
لا كنت آمنا من غيرك، لكن حين يتعدى البعض ويأكل مال الغير لا يطمئن أبدا بعد ذلك، سواء كان حاكما أو محكوما. فلنتق الله إخوتي، ولنعلم أن سبب قالوا من الأمانة، أداء الأمانة هو سبب ازدهار الأمم. الأمانة سواء كانت أمانة في بنية تحتية توليتها، حافظ على تلك البنية التحتية أيها المهندس، ولا تأكلها فتأكلك النار. نعم حافظ عليها. فالذي ينظر إلى وطننا يبكي بقلبه قبل أن يبكي بعينيه، وسبب ذلك راجع إلى تضييع الأمانة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لا نعلم أن نؤدي الأمانة، نسألك أن نؤدي الأمانة جميعا قمة وقاعدة. اللهم اجعلنا من الذين يؤدون الأمانة. اللهم أعنا على ما ائتمنتنا عليه من دين ودنيا، واجعلنا نؤدي أمانتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، وفقنا لأداء الأمانة يا الجلال والإكرام. اجعلنا من الذين يؤدون الأمانة كما أمرهم الله، وكما تعاهدوا، وكما وقعوا على ذلك، وكما أقسموا على ذلك. نسألك يا رب العالمين أن تجنبنا المهالك التي رأسها وبدايتها ونهايتها تضييع الأمانة. اللهم اجعلنا ممن يؤدي الأمانة يا رب العالمين، ولا يخون من خانه. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يغفر الله لنا ولكم.